واليوم رح نخبركم كيف بلشت قصتنا بالألفان وعشرين. خلقت هالأمورة الزغطورة، وهيدي الأمورة الزغطورة ما فيكن تتخيلوا قديش مشايبتنا، بس ما فيكن تتخيلوا قديش حياتنا حلوة بوجودها، وقديش حلوت أكتر وأكتر، وعن جد خلت عائلتنا تكبر أكتر وأكتر بوجودكن، بمحبتكن وبدعمكن. تتذكروا بألفان وعشرين فلوج الولادة؟ بعتقد أكتر من 3 مليون شخص بكي وحزق وزعل عالشي يلي أنا كنت عم عاني منه، لأنه جبت ميريام بظرف الكورونا، خلقت بنتي يمكن من بعد 4 أيام ولادة، كانت ولادة كتير صعبة، بس الحمد لله قدرت جيب على هيدي الحياة أجمل بنت والله رزقني فيها، وأنا عن جد بتشكر وبحمد ربي إنه أعطاني هيدي البنت كل صحة وبكل عافية، ويوم عن يوم عم بخليها تكبر قدامي قدام عيوني. يعني بعد لهلأ ما بنسى لما قالت كلمة ماما لأول مرة. قالت بابا أول شيء بس. لا قالت ماما. لا قالت بابا أول شيء. وكمان ما فينا ننسى بس حبيت ومشيت لأول مرة، سبحت لأول مرة، ركبت على الخيل لأول مرة، شافت الأرانب لأول مرة. يعني أنتوا عشتوا كل مغامراتكم معنا، واليوم حابينكم لما أنه صار عمرها ميمي 3 سنين تعيشوا معنا وتشوفوا كيف عملنا لعيد ميلاد بين أهلها وأحبابها. خليكم معنا. بنتي شو حلوة وكيوت، والله عليها كتير بموت، جاي بعيدة للبنوت، هنيها بعمر السنة. أنا كيوت. بنتي شو حلوة وكيوت، والله عليها كتير بموت، جاي بعيدة للبنوت، هنيها بعمر السنة. Happy birthday. عمري بوجودها حلي. خلاص. يا سامري بدي اخبركم شغله، انه صار معنا مشكله. هلا هي صغيره بس كبيره. هيك وقف الاغاني بالحفله. يعني تخيلوا واحد دي جي يجي ما بده يمشي الاغاني لانه عم بتشتت وما بعرف شو عمل حاله وفل. دبرنا ثانك يو من كاركترز. دبرنا له اياها دغري. كان عندنا مشكله بالدي جي والحمد لله الحمد لله هي كان جود تايم. دائما محلولي دائما محلولي. اسرع خدمه بسرعه، اذا تتجوز بسرعه دغري بيجي. هيك اذا خطيفه او شيء هيز ذا مان.
out the window. I'm breathing in the last of September. I can feel the wind blow, and the late summer sky is like a